سيداتي سادتي، اليوم كنتواجدوا في واحد الشقه اللي رائعه وكبيره، من داك النوع اللي كينشرح ليه السطر حنا داخلين، نوع كبير بالصالون والسيجور والكوزينه والمطبخ اللي هو ايكيبي وكيطل على شوارع كبار. اذا نجيو بقى معايا حتى الاخر نشوفوا كيفاش تفصلات وكيفاش فيناها مولاها وشنو هو الثمن اللي تيطلب فيها والموقع. قبل من كل شيء كنقول لكم معكم طارق من قناه ديال افائل، قناة ديال المحترف في العقار. كنحاول نقلب لكم على اجمل واجود العروض العقاريه اللي تستاهل. كما هو الحال اليوم لقيت هاد الشقه هادي باقا غير وحيده، باقا في الدوزيام ايطاج الطابق الثاني، ولكن اللي زوين هي انك بوحديتك في هاد العقار هذا غادي تسكن بوحدك. ها علاش قلت غادي تسكن بوحدك؟ ما قدامك لا جار لا حتى شي حاجه، كطلع من الدريجات كتحل الباب ديالك كتلقى راسك بوحدك في ليطاج. اذا وغير وحيده اللي بقات الفصاله ديالها، تفصلت فصاله رائعه. فاش كتدخل من الباب كنت جايب التقضيه، كتدخل التقضيه ديالك لهنا، بيت النعاس ديالك ها هو هنا، والفاسك ديال الريسبسيون بحال بلا كانوا الضياف، والحمام والطواليت ها هما، والصالون والسيجو ها هو. غادي نشوفوا كل شيء دقه دقه. بالنسبه للمساحه الاجماليه عندنا هنايا 122 متر مربع، وبالنسبه للمساحه ديال الاوراق عندنا هي تقريبا 116 متر. اجيو نبداو هذا العقار هذا من الاول باش نعرفوا شنو كاين دقه دقه. عندنا هنا هذا هو المدخل ديال العقار، فيه بيبان من الخشب منقوشين، وحنا داخلين لهذا العقار هذا معه وجي دو فاصاد شوكه، جايه واجهه اللي هي شرقيه وواجهه اللي هي شماليه. اذا كان فاش كندخلوا ليه يدينا اليمين قبل ما ندوزوا للصالون والسيجور، وحنا داخلين تلقاو هنا بعدا اول حاجه تلقاو عندنا حمام. هذه راه الغرفه ديال النوم، فيها الحمام ديالها هو طواليت والدوش ديالو كلشي على حقه وطريقه. نزيدكم هي ان هنا عندنا بلاكارات ها هما في هذه البليسه هذه، انتبهوا معايا وردوا البال ادق التفاصيل. وعندنا بلاكار واحد اخر عاوتاني هنايا كوليس. هنا المساحه راه زوينه وكبيره، دن هذا هو العقار، وكما قلت راه بقات فيه غير شقه واحده. اذا فاش كنهضروا على شقه واحده اللي بقات، اذا راه عقار اللي هو زوين. فاش كيكونوا طاروا العقارات بحال هكذا كنعرفوا بان هذا العقار راه مطلوب ومطلوب بزاف. بالنسبه كما قلنا الواجهات، راه كاينين جوج ديال الواجهات. هنا عندنا المطبخ، وهذا المطبخ هذا اللي لقيت لكم اليوم راه مطبخ فيه لي زيكيبمون ديالو. ها نتوما غادي تعرفوا معايا علاش قلت لي زيكيبمون. شتي هاد الشيء اللي هنا راهم بلاكارات كيبانوا بحال اللي في الحيط. ها نتوما سيدي شو بلاكارات كيدايرين مخشين في الحيط، كيبانوا بحال اللي راه مزلج. شتي الا شديتهم راه ما كتلاحظش بانهم بلاكارات، ما تسرد ليهمش الباب. هاهوما بلاصه دايرين فيها البلاصه ديال الماكينه ديال الصابون، دير الماكينه ديال دير الثلاجه ديالك، ولاوط والفران ولا بلاك كاينين. وبالنسبه حتى لافابو بحال دابا الانسان فاش كيكون كيقضي الشغل راه ممكن الطله ديالو راه كتكون على شارع وماشي شوارع صغار. شوارع فين جا هاد العقار شوارع ديال العشرين، شوارع اللي هما كبار. هنا كنهضر اول حاجه على مدينه مكناس، وبالضبط الحي اللي هو الحي ديال تولار جهيزه، اللي هي جهيزه جديده فين كيتواجد هاد العقار. كلشي البني اللي حداها بني جديد. دابا نجي نكملوا اللي بقى. كيبان لنا الصالون كبير وسيجور حداها، الصالون العشاق ديال الصالون والسيجور، ولا الفصاله اللي هي مغربيه هي هادي. بديكوراسيون انتما كتشوفوا داك لف بحال ديال الخشب في السقف. وبالنسبه للصباغه، صباغه البلاتينيا عندنا الريدويات كيهبطوا بالضو وكاينين لي سبوت. السيدي بالنسبه للثمن، الثمن عندنا هو 680000 درهم، كنهضروا هنا على 68 مليون. غادي تدي شقه من برا وبوحديتك في الايطاج. واللي بغى يشوف هذا العقار فما عليه لا اتصال ولا التواصل، واللي بغى معلومات اكثر واكثر فما عليه التواصل معايا في الواتساب. ونزيدكم هي حتى نتوما الا كان عندكم شي ارض فلاحيه ولا ارض قابله للبني وبغيتو تبيعوها ولا شي فيرما ولا شي فيلا،
فنحن راه الخدمه ديالكم جميعا. نرجعوا للعقار ديالنا حتى هذا الكوان هذا اللي قدام السيجور اللي قدام هذه البلاصه هذه اللي هو السيجور. هذا الكوان هذا راه ممكن يصلح مثلا تفرش ودير فيه الان ولا دير فيه صالا مونجي. ومازال كاين عندنا ما نشوفوا في هذا العقار. عندنا هنا واحد جوج ديال لي فاسك ها هما بلي بلاكار ديالهم لتحت. وعندنا حمام، حمام فيه المبل ديالو، الطواليت ديالو، والدش ديالو من هنا اللي ممكن الانسان يزيد اون سيباراسيون ديالو باش كيقصب. ولا لاحظتو تعرفو بلافون كاينين في الحمام، والطواليت هي الطواليت التركية. عقار اللي بواجهات دو فاصاد، جوج ديال الواجهات، جوج الواجهات وواجهات اللي هما مشمشين، صالون و سيجور، و مطبخ إيكيبي و بيت ناس بالحمام و البلاكارات. زيدكم هما كاينين في هاد الكولوار هذا، زادوه نفعو منو و دارو فيه بلاكارات، ممكن يصلحو لبزاف ديال الأمور، مثلا ديكوراسيون، مثلا يحطو فيه الكتوبة، بيبليوتيك، ما إلى ذلك. حتى الموقع هنا قريب لجميع المرافق، مثلا بغيتي بيسري، بغيتي مثلا طاكسي، كلشي كاين على مقربة من هاد العقار هذا اللي كتشوفو، وحي اللي هو جديد كما قلت بمدينة مكناس، بالضبط بالحي ديال تولا، وتولا الجديد. هذه الغرفة رقم جوج، الغرفة الثانية، وبقاتلنا دابا غادي ندوزو نشوفو الغرفة رقم ثلاثة. هي الغرفة اللي جاية شوكة، هي اللي جاية بجوج ديال الواجهات، هي الغرفة هادي. كيما قلت الشوارع اللي كيطلع عليهم هاد العقار راهم شوارع كبارين ماشي شوارع صغار. أنا أعزائي المشاهدين نتمنى يعجبكم العقار ديال اليوم، ما تنساونيش بالضغط على الزر ديال الإعجاب والاشتراك. واللي بغى اسئله ولا عنده شي حاجه بغى يعرفها فما عليه الا التواصل. كنقول لكم الى اللقاء وفي عرض مقبل مع طريق من الوكاله العقاريه ديال افير.